قدم مدافع النادي العربي أحمد عبد الغفور طلبا لمجلس الإدارة بعدم تسجيله ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد. وقدم عبد الغفور الذي لم يوضح أسباب الاعتذار قدم شكره للجهاز الإداري والفني بالفريق ولجماهير النادي. أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم استضافته كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان يوم 23 من شهر ديسمبر القادم، وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الدوحة كأس السوبر الإيطالي بعد نسخة عام 2014. تتجه أنظار الجماهير ظهر غد لملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر، والذي سيحتضن لقاء الديربي في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر يونايتد صاحب الأرض والجمهور ومدربه جوزيه مورينيو أمام مانشستر سيتي ومدربه السيد بيب غوارديولا. حضر وزير الرياضة الروسي جانبا من منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة والتي أقامتها روسيا لرياضييها بعد منعهم من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو لذوي الاحتياجات الخاصة.